الحفاظية والوقائية التي أعدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر كافة، قامت فرق مكافحة ناقلات الأمراض والطب الوقائي بالإدارة الصحية بمدغمر بمحافظة الدقهلية، قامت بتعقيم الميادين ومحطات السكك الحديدية بالمحافظة. مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محافظة الدقهلية محمد حلمي مراسل أخبار مصر. محمد، ضعنا في مزيد من تفاصيل هذا الخبر. بالفعل عبد الله، محافظه الدقهليه من المحافظات التي تعمل على اجراء الاجراءات الاحترازيه والوقائيه باجراء التعقيم والتطهير لكافه منشاتها. محافظه الدقهليه بها 18 مركزا تضم 400 قريه. كافه القرى عبد الله منذ فتره تم عمل تعقيم وتطهير لكافه القرى وكافه المنشات. اليوم موجودين في مدرسه الفنيه الزراعيه بميت غمر والوحده البيطريه وكذلك الاداره الزراعيه والكليه التربيه النوعيه، بيتم عمل تطهير وتعقيم لهذه المنشآت العامة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. معي الدكتور أحمد الطبجي مدير الإدارة الصحية بميت غمر. دكتور أحمد، كلمني عن هذه الإجراءات وطمني عن الحالات إذا كانت ميت غمر من موجود بها حالات أم لا. الحمد لله، هأكد لحضرتك إن احنا في ميت غمر حتى هذه اللحظة مدينة وقرى اللي بتضم أكثر من 1 مليون نسمة، بحمد الله لم يثبت حتى هذه اللحظة وجود أي حالة إيجابية لفيروس كورونا، ودي بفضل مش بس قطاع الصحة، لا بفضل تضافر الجهود المتكاملة والتنسيق التام بين مؤسسات الدولة اللي بتشمل قطاع الصحة، القطاع الأمني، الوحدات المحلية والتنمية المحلية، قطاع الطب البيطري، القطاع الزراعة، كلهم بيتناغموا في تنفيذ ما توصي به القواعد المنظمة للعمل وقائيا وعلاجيا للحالات المشتبه فيها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل درء بلدنا عن هذه المخاطر الخاصة بفيروس كورونا. الحمد لله في تناغم كامل وتطبيق للقواعد من رش زي ما حضرتك شفت، رش ونعقة منطهر كل ما مناحي متغمر مدينة وقرى بمساعدة الأحزاب، حزب مستقبل الوطن، ومعنا كافة الأحزاب، معنا كل منظمات المجتمع المدني، معنا رجال الأعمال على الجانب الآخر. نفذنا تعليمات الوزير السيدة الوزيرة الخاصة بإغلاق تام للعيادات الخارجية، نفذنا التعليمات الخاصة بتقليل بقدر الإمكان الزيارات للمستشفيات تبتدي الساعة 2، زائر واحد لكل مريض، بنمنع التجمعات، بنقلل عدد الموظفين الإداريين، الفريق الطبي بكامل قوته مهتم وبيقدم كل ما لديهم من قوة لإثبات حسن النية والدفاع بكل ما أوتي من قوة والتركيز ومساعدة بلده وحماية شعبه وأهله من هذا الخطر المرض الخطير. إذن دعني أؤكد لك عبد الله، هذه هي الدولة المصرية بكافة مؤسستها حكومية أو مجتمع مدني بتعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة لمواجهة هذا الفيروس ودرءه من البلاد. نعم، شكرا لك محمد حلمي، كنت معنا من الدقهلية، شكرا جزيلا لك. عالميا سجلت حالة الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 680